السلام عليكم. ملشنة المجتمع، الفصل الأكثر سوءا في فصول ميليشيا الانقلاب التي يقول المتابعون إنها تسير بخطى سوداء نحو زج أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع إلى قلب المرحلة السوداء، المرحلة التي بدأت في نكبة 21 من سبتمبر وتمددت إلى اللحظة الراهنة التي تضررت فيها أكثر شرائح المجتمع حساسية ومتاعبا، المرأة والطفل. تجيش المجتمع بكل فئاته من نساء وأطفال وأكاديميين وإعلاميين وتحويلهم إلى مجرد وقود للمعارك وأحياناً التلويح بهم كدروع بشرية في حرب أقل ما يمكن القول عنها إنها فقدت أخلاق الحرب. وكما هو واضح للعلن الميليشيا تبحث عن جنود ومقاتلين. بغض النظر عن كل المحاذير والأعراف والنتائج المترتبة على هذا التجيش في تجاوز واضح للقوانين المدنية أو حتى ما تبقى من أعراف تراكمية تعرف عليها المجتمع اليمني قديما وحديثا، المرأة هي الأخرى تحولت إلى إحدى أدوات الميليشيا وظهرت كإحدى لافتات التجيش، والأكاديميون ارتدوا البزة العسكرية وحولوا الصروح التعليمية إلى ثكنة أمنية وعسكرية لميليشيا الانقلاب. الملشنة منهج وسلوك ألحق الأضرار بالمجتمع اليمني وخصوصا فيما تبقى من هامش مدني وثقافة للحياة، غير أن صمت المجتمع الدولي عن استخدام النساء والأطفال والإعلاميين في النزاعات لا يزال يثير استغراب الكثير، خصوصا في ظل الانتهاكات المستمرة للقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا. حول هذه الملشنة للمجتمع التي تمر كجرائم لا يراها العالم ستكون حلقة المساء لهذه الليلة. أرحب بداية بضيفي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي أستاذ نبيل البوكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. إذا مشاهدينا نبدأ النقاش مع الأستاذ نبيل وبقية الضيوف الذين سيكونون معنا، لكن بعد متابعة هذا التقرير. بين الدولة والمجتمع تظهر آثار الانقلاب على أكثر من صعيد. تلك الآثار لها علاقة بالدمار المرئي واللا مرئي لمدنية الدولة والمجتمع وما تبقى من هامش لثقافة الحياة، غير أن المجتمع والمؤسسات التي لها علاقة بالحياة المدنية أبرز ضحايا الانقلاب على الصعيد الاجتماعي كما على الصعيد المدني. يتعلق الأمر بتحويل الفئات المدنية والاجتماعية الأكثر إلى حالة ميليشياوية وصلت إلى مرحلة الضرب على العظام من خلال ضرب مؤسسات التعليم وتحويل كوادرها إلى ميليشيا ترتدي البزة العسكرية متعددة الألوان تردد الصرخة بديلا عن شعار الخالد تحيا الجمهورية اليمنية. تجيش المجتمع بكل فئاته من نساء وأطفال وأكاديميين وإعلاميين وتحويلهم إلى مجرد وقود في معركة قادمة غير محسوبة المآلات تبدو منهجية لجماعة تبحث عن جنود ومقاتلين بغض النظر عن كل المحاذير والأعراف والنتائج المدمرة لهذا التجيش. لا قوانين مدنية ولا أعرافا اجتماعية ولا ما تبقى من إحساس مدني ووطني وإنساني بإمكانه أن يشكل ضميرا رادعا يجنب الشرائح الأكثر حساسية في المجتمع، وهي المرأة التي تحولت هي الأخرى إلى أحد أدوات الميليشيا، وهي التي فقدت الزوج والأخ وربما الولد، وتسعى الميليشيا في أن تسير على درب الجحيم ذاته لأسرتها المغدورة. النتائج المترتبة على مثل هكذا تصرفات لا تؤثر على اللحظة الراهنة فحسب، بل إن تأثيرها الأخطر يبدو على صعيد المستقبل، خصوصا تلك الانعكاسات الاجتماعية والنفسية المستقبلية على صعيد المرأة والطفل. ثقافة الملشنة التي تظهر آثارها على لعب الأطفال ويومياتهم التي أصبحت نسخة طبق الأصل ما يفعله الكبار، والأخطر من ذلك رؤية الطفل ليد الأم تلوح بالسلاح وهي آخر ما تبقى له من ملامح السلام والأمان النفسي. صمت المجتمع الدولي عن استخدام النساء والأطفال والإعلاميين في النزاعات رغم وجود قوانين تحد من اتساع مخاطر الحرب على هذه الشرائح هو علامة الاستفهام الكبيرة بحجم وجع هذا البلد المعذب والجريح. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير. قبل أن ندخل في نقاش حول هذا حول موضوع الحلقة اليوم، ننوه إلى القرار الجمهوري الذي أصدر في الساعة الماضية وجرى وفقا له تعديل وزاري في حكومة دكتور أحمد عبيد بن دغر، إذ عين معمر مطهر الإرياني وزير للإعلام، كذلك دكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير للسياحة، الدكتور وزير مالية تم تعيين أحمد عبيد الفضلي، الدكتور أحمد عطية وزير للأوقاف والإرشاد، حسين عبد الرحمن بسلامة وزيرا للتعليم العالي، وعبد الله لملس وزير للتربية والثقافة، مروان دماج وزير للثقافة، وكذلك عبد الغني جميل وزيرا للدولة أمينا للعاصمة،
وعبد الغني حفظ الله جميل وزيرا للدولة كما قلنا، وعبد الرب صالح السلامي وزيرا للدولة. هذه بعض القرارات. كذلك تم تعيين الأخ منصر صالح محمد القعيطي محافظا للبنك المركزي اليمني وقرارات أخرى. أستاذ نبيل، هذه القرارات ما دلالة توقيت هذه القرارات، وماذا عن الأسماء التي جاءت في هذه التعيينات؟ أنا باعتقادي التعديلات الوزارية هي جزء من كسر الجمود الموجود في المشهد السياسي، فضلا عن ذلك هي ربما قد تكون الخطوة الأولى للعودة الحكومة إلى عدن، ولن يكون لهذه التعيينات أي معنى ما لم تعود الحكومة تمارس كامل صلاحيتها من عدن وتحمل المسؤولية، لأنه كفى حتى هذه المرحلة كلها قرارات صدرت طوال الفترة الماضية وكانت كلها تصب قرارات تصدر وبالأخير يعني مسؤولية دون أو منصب دون أي مسؤولية ودون أي شيء يذكر. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه هذه ربما قد تكون هي الخطوة الأولى للعودة الحكومة إلى الداخل وممارسة كامل صلاحيتها من الداخل. ما لم تكون هناك أي عودة للحكومة، أنا باعتقادي لن يكون منها أي شيء ولن يكون لها أي تأثير ولا أي صدى على مستوى العملية السياسية اليوم. هناك تعيين لمحافظ للبنك المركزي، كذلك محافظ لمحافظة شبوة. هذه الخطوة الأهم والأخطر هي مسألة البنك المركزي. أنا باعتقادي اليوم تتوقف مسار العملية الاقتصادية والسياسية بشكلها الدقيق حتى العسكرية، لها انعكاسات خطيرة على قضية البنك المركزي. اليوم وصل الانقلاب إلى مرحلة الإفلاس التام، لم يستطع أن يفي بتعهداته المالية لمؤسسات الدولة. هناك أكثر من 75 مليار ريال شهريا رواتب للدولة، لم يعد الانقلابيون قادرون على الإيفاء بهذه التعهدات. فضلا عن ذلك أنه استمرار التعاملات الدولية، تعاملات ما يتعلق بالقضية التجارة وتبادل العملية التجارية بين البنك المركزي والبنوك الخارجية كلها كانت موقفة ومعطلة خلال الفترة الماضية. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذا القرار هو الأخطر، لكن هذا القرار ما لم يكن هناك عمل حقيقي واضح من خلال القرار وما تضمنه القرار بنقله من صنعاء إلى عدن، ما لم يكن هناك عمل واضح في عدن من خلال عمل حقيقي، هذا العمل يرتكز على عودة الحكومة ومسألة حسم مسألة الإيرادات في كل مؤسسات الدولة وتوجيهها إلى عدن، أيضا مسألة الشفرة الدولية أو ما يسمى بالحساب الدولي للبنك المركزي ونقله إلى عدن، لأن هي مسألة إدارة حسابات أنا أعتقد أن هذه الخطوة هي الأهم في مصفوف التغييرات كلها، وعليها سيتوقف مدى نجاح أو فشل هذه الحكومة أو ماذا ستحققه خلال الفترة الماضية، هذا ما يمكن أو القادمة هذا ما يمكن أن نلاحظه خلال. طيب، هذا القرار هل له انعكاسات دولية، خاصة قرار تعيين محافظ البنك المركزي، خصوصا بعد يعني في مقابلة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء الأخيرة مع قناة الجزيرة على ما أذكر، تحدث على أنه ليس هناك بإشكالية أو ليس هناك تشكيك في نزاهة بن همام ولا مشكلة لديهم في أن يستمر في إدارة البنك المركزي، لكن على أن يخرج من داخل صنعاء. هل اتضح أن هناك ضغوط عليه مثلا؟ يعني ما الدعي؟ أنا باعتقادي القرار نقل البنك إلى عدن هو نوع من التخلص من الضغوط الدولية. كان هناك ضغوط أمريكية واضحة وبريطانية في مسألة فيما يتعلق بعدم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. أنا باعتقادي اليوم هذا القرار صدر بمعنى أنه تخلصنا من عقدة البنك المركزي والضغط الأمريكي، لكن ماذا بعد المسألة أو الجواب أو السؤال ماذا بعد؟ هل فعلا هناك إمكانية لمسألة الإيفاء بالتزامات الناس؟ لأنه هنا المسألة ذي شقين ولها بعد خطير جدا. اليوم هذا القرار يعني ولا أريد أن أقولها واستبق الأحداث، هذا القرار بمثابة سحب المسؤولية من الانقلابيين في صنعاء بسداد مرتبات الناس الذين وصلوا إلى مرحلة الإفلاس وعدم القدرة في سدادها. وبالتالي اليوم هل الحكومة حسبت حساب تداعيات هذا القرار؟ تداعيات هذا القرار، هذا القرار يتطلب شهريا 75 مليار ريال كرواتب فقط في حدها الأدنى. فضلا عن ذلك الميزانية التشغيلية للوحدات الإدارية والدولة والمؤسسات والتربية والتعليم والصحة، نحن أمام مرحلة تحدي، إما أن تنجح هذه الحكومة وتستطيع أن تتجاوز هذه المأزق أو أنها ستؤدي إلى كارثة كبيرة في المناطق المحررة وعموم اليمن. طيب، يعني بالتأكيد سيتم النقاش أكثر حول هذا الموضوع، لكن في حلقات أخرى نعود إلى محور حلقة اليوم وموضوع حلقة اليوم ملشنة المجتمع وهذه الجريمة التي تمر بشكل لا يراها العالم. تابعنا التقرير وإياك أستاذ نبيل والسادة المشاهدين.
ما هي مخاطر هذه الملشنة؟ ما هي مخاطر تحويل كل شيء في حياة اليمنيين إلى ميليشيات؟ أولا بداية مسألة الملشنة أو ملشنة المجتمع هي اليوم لم تعد إلى الصورة التي ظهرت من قبل الجديد كما يقال، لأنه الفكرة الأساسية لفكرة الانقلاب أو فكرة الجماعة الحوثية وما يسمى بالزيدية السياسية هي قائمة على فكرة ميليشيات. يعني العقل الذي يحكم تفاصيل أو يحكم سلوك وتأريخ هذه الجماعة هو عقل أشبه بعقل ميليشوي مافوي، بحيث أنه ليس هناك في منظومة وسلوك، لا السلوك المذهبي ولا السلوك القبلي ولا السلوك حتى الاجتماعي البسيط لهذه الجماعات، مفهوم الدولة ومفهوم النظام والقانون والعدالة كل ما في مفهوم هذه الجماعات هو تحويل قطاع المجتمع الكبير إلى كتلة من الجهل، الجهل الذي من خلاله يتم إعادة تشكيل هذا المجتمع وتحويله إلى قطيع من الناس الذين يتم الزج بهم إلى المعارك وإلى تنفيذ وإلى تحقيق أهداف هذه الجماعات. وبالتالي النتيجة الأخيرة والنهائية لمسألة ملشنة المجتمع هي نتيجة معروفة بالضرورة من خلال جذور تاريخية ومن خلال جذور الفقهية والدينية لهذه الجماعة. لكن الخطورة اليوم لم تبقى اليوم على في مسألة ملشنة المجتمع، اليوم تحويل ما كان لدينا من صورة بسيطة وصغيرة لمؤسسات الدولة، وخاصة فيما يتعلق بمؤسستي الأمن والجيش، تحويل جيش، تخيل أنت معك سادس أكبر جيش عربي، تحويل هذا الجيش بهذا المسمى وبهذا الكيان الاعتباري لدى العالم أنه جيش وأنه مؤسسة عسكرية معترف بها دوليا، تحويل هذا القطاع الكبير بكل ما يمتلك من ترسانة سلاح لا يستهان بها إلى ميليشيات، هنا كانت الكارثة الكبيرة التي دفعت بالمجتمع بعد ذلك إلى حالة الملشنة بهذا الشكل. يعني أفهم من كلامك أن الميليشيا لا تكتفي فقط بتفتيت وحل مؤسسات الدولة، تملشن المجتمع كذلك، بالتالي تعود عجلة التاريخ إلى الوراء بدل من أن تتقدم إلى الأمام. بالضبط. يعني نحن الآن لو نلاحظ يعني على امتداد أكثر من عام ونصف من الانقلاب، أو دعنا نقول عامين، يعني الآن الوضع في اليمن تطور أو ارتكس بطريقة عكسية إلى درجة مخيفة، من عدنا إلى ما قبل فكرة الدولة بكل ما تحمل كلمة معنى، بغض النظر عن كل الشعارات التي نشاهدها ونلمحها، لكن في ذهنية الناس وسلوكهم اليومي الناس الآن في حالة صدمة وذهول، إنه لم تعد هناك مؤسسات، لم تعد هناك معناوين واضحة يمكن أن يستضيء بها الناس في مسألة إدارة شؤونهم اليومية وتنظيم الحياة ما بينهم. يعني الآن يعني تخيل أنت في يعني في كل منطقة هناك مشرف، هذا المشرف لا تعرف عنه إلا لقبه أبو سعد أبو فلان، هذا المشرف يدير كل مؤسسات الدولة في هذه المنطقة من الأمن إلى المدرسة إلى المستوصف إلى كل صغيرة وكبيرة يعود إلى هذا المشرف، معناته أن احنا عدنا إلى مرحلة ما قبل الدولة. يعني وبالتالي هذه يعني هذا المدخل لتحويل المجتمع إلى هذا إلى هذه الصورة الكاريكاتورية هي مقدمة بسيطة وسهلة لما سيتطور إليه الأمر ما لو لم يتم تحريك عجلة الحسم وإيقاف هذه المهزلة التي وصل إلى المجتمع بها. طيب الآن كانت هناك يعني انخراط لرجال في معارك، الآن تطور الأمر أكثر في انخراط فئات مدنية بملشنة الدولة، هذا كيف سينعكس على المستقبل أيضا؟ هذه من الكوارث الكبيرة. يعني دائما كانت ترتبط فكرة الميليشيات مع فكرة الجهل وفكرة غياب التعليم، صحيح، وفكرة أيضا عدم وجود مؤسسات ناظمة. لكن الآن الكارثة أنه انتقال مسألة الملشنة من المستوى الاجتماعي البسيط اللي هي شريحة البالغين والمراهقين والأطفال والمندفعين وغير المتعلمين الأميين، أن تتحول ظاهرة الملشنة إلى ظاهرة خطيرة تتجاوز مراتب الحالة الاجتماعية البسيطة إلى مراتب أعلى، إلى مؤسسات اجتماعية مثلا على سبيل المثال جامعة صنعاء أو غيرها من الكليات المحسوبة على الجامعة، أن يتحول قطاع من أهم قطاعات المجتمع وهو القطاع الأكاديمي إلى ميليشيات. هنا نحن أمام حالة فارقة وحالة شاذة لا يمكن أحد أن لحد الآن لم أستطع تفسيرها إلا في ضوء ما أراه من خلال السلوك الموجود على الأرض لهذه الجماعات. يعني أن يتحول دكتور، تخيل دكتور يحمل شهادة دكتوراه في تخصص ما، إلى قطيع من إلى ميليشيا
طيب ما هي الأسباب الممكنة أن تبرر ذلك؟ يعني قد يقول يعني قد يعني يفكر الكثيرين في أن ذلك نوع من مظاهر استجابة لشعارات معينة يقوم بها الحوثيين أو محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بداخل هذه الدول. أولاً الأبعاد الماورائية، الأبعاد ما خلف ما يعني ما خلف مثل هذه الظاهرة، أولا هنا ليست عملية فجائية أو بمعنى عملية صدفة حصلت. أنا باعتقادي فيما يتعلق بالظاهرة في اليمن هي عملية وجود مشروع موجود متغلغل في صفوف المجتمع منذ ما بعد ثورة 22 سبتمبر 1962، ما بعد أيضا تحديدا ما بعد عام المصالحة في عام 60 في عام 70، في بعد هذه في هذه اللحظة تم إعادة إنتاج هذه الميليشيات أو هذه الجانب المشروع في إطار مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والاجتماعية والثقافية أيضا حتى الحزبية. وهنا الكارثة الخطيرة أنه هذا المشروع استطاع أنه يخترق، هذا المشروع الإمامي الكهنوتي المتخلف استطاع أنه يخترق قطاعات ثقافية كبيرة كالأحزاب السياسية. وبالتالي فجأة الآن حينما تنظر إلى الدكتور عميد كلية ولا دكتور في الجامعة ولا مثقف كبير ولا فنان ولا يتحول إلى عسكري في صفوف إلى ميليشيوي أو كائن ميليشيوي في صفوف ميليشيات، يعني هذه التحول السريع المفاجئ هذه ليست عملية فجائية. صحيح. هذه عملية مرتبة ومحسومة، وصلنا إلى هذه المرحلة فقط مرحلة الانكشاف الكلي. هذا كله كان يعني هذه الحالة كانت أشبه بحالة بيات شتوي للمشروع الإمامي، ثم ظهرت الآن، ظهرت فجأة مع وجود هذه. وبعد يعني والأخطر في هذه المسألة إنه الآن هذا الانكشاف الكبير هو أتى في مرحلة السقوط، يعني لم يأتي في مرحلة بداية المشروع. المشروع الآن هذه دلالة واضحة على أنه هناك انهيار، استنفاذ، هناك استنفاذ لكل الأوراق. وبالتالي لجأوا إلى عسكرة الجامعات، عسكرة المؤسسات الحكومية، عسكرة، يعني هذه مهمة الآن، هي دليل واضح على أنه هناك انهيارات. هذه الانهيارات لا يمكن أن إلا أن تستمر، لأنه نحن أمام سلطة أمر واقع لا يمكن أن يتكيف اليمنيون معها على الإطلاق، ولا يمكن أن يتعايش معها المجتمع، لأنها سلطة لم يكن اليمنيون يتخيلوا يوم أن يصلوا إلى هذه المرحلة من الفشل. طيب بهذه النقطة أستاذ نبيل، دعنا نشك في الحوار الدكتور عبد الله ناشر، عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء الخير عليك أخي وعلى المشاهدين الكرام. دكتور، لو بدأنا بالحديث عن هذه النقطة، عسكرة الأكاديميين والجامعات، هذه المؤسسات مؤسسات علمية مدنية، كيف وصل بها الحال إلى أن تنخرط في مشروع ميليشيات مسلحة؟ للأسف الشديد من سخرية القدر، كنا منذ عقدين ونصف من الزمن عبر نقابة عضوية تدريس جامعة صنعاء الجامعة الأم للجامعات اليمنية ننادي بنرفع شعار لا لعسكرة الجامعة. اليوم تصب الصدمة، ترى رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس يحملون السلاح مثل أي فرد من أفراد الميليشيات الموجودة في داخل البلد. أمر مؤسف أن تصل الأمور إلى هذا الحد. تفاجأ توضع على أبواب الكليات لوحات فيها صور من سقطوا من طلاب الكليات ومن زجوا بهم في هذه الحرب وقتلوا في هذه الحرب ذات الأهداف غير الوطنية. أمر مؤسف، ترى طلابك أمامك من أجل ماذا؟ قتلوا، لا تدري، من أجل أن يحكم السيد، لا شيء غير ذلك. مشروع غير وطني حقيقة. قوبلت صور بعض القيادات الأكاديمية بما فيها رئيس جامعة صنعاء والقائم بأعمال وزير نائب وزير التعليم العالي وهم يحملون البنادق باستهجان شديد وتعليقات لعلكم تابعتموها على صفحات التواصل الاجتماعي. أمر مؤسف كثير يعني. طيب يعني هذا تطور ربما خطير في مسار الجامعات. كان المجتمع كما تفضلت يعني يرى أن وجود أمن بداخل الحرم الجامعي ربما كان إشكالية، ربما خرجت مظاهرات لذلك. الآن هل هناك
رضا مجتمعي حول هذه الظاهرة التي تحدث الآن، هل تتوقع نوع من ردة الفعل المدنية تجاه هذا العمل، أم أن الأمر سيمر كما مر يعني بشكل أو بآخر كما تمر كثير من الأمور بداخل صنعاء الآن، خاصة مناطق نفوذ الانقلابيين؟ بالتأكيد يعني حالة الرفض لمثل هذه التصرفات واضحة وجلية ومستمرة أيضا منذ أن دخل الانقلابيون في 21 سبتمبر 2014 إلى داخل البلد. موقف نقابة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس واضح وجلي، ودخلنا في معارك مدنية معهم، لكن أنت تتعامل مع ميليشيات، لا تتعامل مع دولة، صعب جدا، لا يفهموا أي لغة، لا يهمهم شيء، لا يعيرون الأمر شيء، فلتحرق صنعاء بمن فيها، لا يعطون أي احتجاجات أي اعتبار، هم يمضون في مشروعهم بشكل يعني لا تستطيع أن تتخيل، أو لم نكن نتخيل أن توصل الأمور إلى هذا المستوى. رئيس جامعة يحمل السلاح مثل ما أي فرد من أفراد الميليشيات، أمر جلل حقيقة يعني. طيب هؤلاء دكتور إلى داخل عقر الجامعات اليمنية، أعتقد أمر صادم للكثيرين. دكتور، هؤلاء تم تعيينهم من قبل الميليشيات، هل كان الأمر مبيت له لعملية تجهيش، لعملية تجميع لملشنة الجامعات بيوم أو بآخر، أو يعني نظرة مستقبلية لما قد يحتاجوه هذه الميليشيا؟ مع المؤكد نحن قلنا هذا الكلام أكثر من مرة، في أن بأن هذه التعيينات هم يأتون بمن يسيرون في ركبهم وينفذون ما يريدون بالضبط، ولهذا كان حالة الاحتجاجات اللي بدأت، الإضراب الذي بدأته نقابة أعضاء التدريس، كانت إدراك مبكر جدا لما قد تؤول إليه الأمور، والتي في الواقع أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن. هم حطوا في مثل هذه المواقع، أو وضعوا في مثل هذه المواقع أناس ينفذون ما يريدون بالضبط، لا ليس لهم من الأمر شيء، يسيرون في ركبهم، أمر مخطط من المؤكد ذلك. فما تجده اليوم هو، نحن تحدثنا عنه بشكل مبكر في الجانب الأكاديمي وكنقابة أعضاء التدريس، لكن الوضع في البلد متدهور بشكل كبير، لا أحد يستجيب. طيب الآن يعني باعتبارك عضو هيئة التدريس، نقابة هيئة التدريس، هل سيكون لها نوع من المواقف تجاه هذه الأفعال أو التصرفات؟ نقابة أيضا هيئة التدريس بياناتها مستمرة، أصدرت بيان في ليلة العيد بسبب ما صنعته القوى الانقلابية في داخل كلية الصيدلة، قطعت رواتب، تصور تقطع رواتب أعضاء هيئة التدريس مزاج، هكذا يقرر عميد الكلية، لا احترام للقانون، قالوا سيعودون للاحتكام للدستور بدلا من الإعلان الدستوري. ماذا يعني الاحتكام للدستور؟ ألا يعني الاحتكام لكل القوانين النافذة السابقة؟ أي قانون يبرر لهم مثل هذه الأعمال؟ موقف نقابة أعضاء هيئة التدريس موقف واضح وصريح في هذه المسألة، ما تقوم به سلطة الانقلاب في داخل جامعة صنعاء وفي البلد كله موقفنا واضح منه. لكن للأسف كما قلت، في أيام حكم صالح كنا نتعامل مع شبه دولة، اليوم نحن نتعامل مع ميليشيات. طيب دكتور، وفق هذه الأشياء والأحداث أو الظروف إن صح التعبير، كيف بالإمكان الحد من هذه الظاهرة ولو على الأقل إعلاميا وفكريا بعجالة إذا سمحت؟ في الواقع هناك كما قلت، هناك ردة فعل إعلامية كبيرة، حالة استهجان شديدة لما يحصل في الجامعة، لكن للأسف الشديد الأمور تذهب نحو الأسوأ. قبل أسابيع هناك من المراكز من سحبت الاعتراف بشهادات الجامعة اليمنية، وهي أمر في غاية الخطورة. الآن تخيل ما الذي سيتخذوه في ضوء هذه المستجدات، ملشنة الجامعات، رئيس جامعة يحمل السلاح ويتبندق مثله مثل أي
أفرد من أفراد الميليشيات. أغضب الكثير أو أغضب بعض المناصرين للإنقلابيين عندما قلنا مثل هذا الكلام أيام ما شهدت الاعتراف بشهادة الجامعة اليمنية. فلينظروا إلى ما صنعوه اليوم، ما الذي سيقوله ستقوله المؤسسات الأكاديمية والعلمية والتي تقوم بعملية التقييم الأكاديمي للجامعات عندما يرون مثل هذه الصور. أمر مؤسف، تشعر بحالة من حالة عدم الرضا المطلق لما يجري. نعم. والناس تناضل بشكل سلمي بشكل مدني، لا يمكن نعم. أن تنتهج حملة سلاح. هذه هي المعارضة المدنية لمثل هذه التصرفات التي تتم، هي ما نمتلكه نحن كأكاديميين، غير ذلك هم يصنعون ما يشاءوا بقوة السلاح. أشكرك دكتور عبد الله ناشر، عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وقبل أن أعود إلى أستاذ نبيل البوكيلي تعليق حول يعني هذه المداخلة وكذلك حول بقية يعني محاور حلقة اليوم، نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نكمل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، تطرق دكتور عبد الله إلى نقطة مهمة، أن الكثير من الهيئات الأكاديمية سحبت الاعتراف بالجامعات اليمنية. هذا الأمر يحيلني إلى التساؤل حول مخرجات هذه العملية التجيشية أو الملشنة إن صح التعبير، كيف ستنعكس سواء على اللحظة الراهنة أو على المستقبل؟ أولا لا ننسى أنه مسألة التعليم منذ سقوط العاصمة صنعاء هي شبه موقفة، يعني لم يعد هناك تعليم بكل ما تعني الكلمة، معناه هناك نوع من طيفنة أو ملشنة فعلا حتى العملية التعليمية. يعني هناك تجرى عمليات انتقائية لبعض الأسر المعروفة وإدخالهم إلى كلية الطب والهندسة وبنوع من الفئوية المقيتة الواضحة. ثانيا بعد ذلك أنه مسألة أنه في تعليم، ليس هناك تعليم، يعني التعليم أنه شبه موقف الآن، ليس هناك عملية تعليمية حقيقية. هناك عملية تجيش لهؤلاء الطلاب وتحويلهم إلى الجبهات ورفض بهم الجبهات للقتال مع هذه الميليشيات، هذا الذي يتم، وخاصة الطلاب الذين لديهم استعداد وقبول من خلال عملية غسل الدماغ التي تحصل لهم وعملية يعني التعبئة الخاطئة التي تتم في صفوف هؤلاء. وبالتالي مثلا هذه المشهد اللي تحدث عنه الدكتور عبد الله، انه دكتور في رئيس الجامعه يتحول الى ميليشوي، هي عمليه نوع من التعبئه العكسيه لافراد لطلاب الجامعه، ويعني تصوير الامر على انه اذا كان رئيس الجامعه هو الذي تحول الى مقاتل في هذه اللحظه فيجب ان الجميع يتحولوا الى، هذه كان رمزيه من مساله لبس البزه العسكريه، والا في القضيه هي واضحه، هم لا يقاتلون وليسوا رجال قتال، يعني هم في الأخير مدنيين، يعني في سلطة مدنية وأشخاص مدنيين، لكن العملية هي عملية نوع من التجييش وعملية من التهييج للطلاب والدفع بهم والزق بهم إلى الجبهات، هذه العملية الواضحة. مسألة الخطيرة مستقبليا كيف ستؤثر؟ لا شك أنه الآن الذي يحصل خلال السنوات أنه نحن سنصل إلى مرحلة الصدام خطيرة فيما يتعلق بعملية التجهيل التي حصلت واستنزاف المؤسسات التعليمية من أفرادها من المادة التي تشتغل عليها، ومسألة خريجي الجامعات الشباب الذين يتخرجون من الأهلية من التعليم الثانوي ويذهبون إلى الجامعات. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة أنه استنزاف للطلاب وعملية تجهيل وتسريح الطلاب من المدارس ومن الكليات إلى الجبهات وإلى المجهول. نحن أمام عملية استنزاف خطيرة فيما يتعلق بعملية التعليم، عملية تمييع وعملية قتل لمسألة التعليم والتخلص من شريحة مهمة خلال هذه. نحن سنشهد فجوة كبيرة فيما يتعلق بمسار العملية التعليمية، وخاصة فيما يتعلق باليمنيين الذين بقوا في الداخل وهم الكثرة الكاثرة الذين إما ذهبوا إلى الجبهات وإما خرجوا وإما، نحن أمام مشكلة خطيرة. و طيب الآن هناك هؤلاء الأكاديميون أو العملية يعني ملشنة العملية التعليمية، هناك كذلك ملشنة يعني تجيش الإعلاميين وكذلك تجيش المرأة والأطفال. إذا ما أخذنا المرأة والأطفال، هذه الشريحة المجتمعية ربما لها دور كبير في أنها أساسا يعني هم أفراد في نهاية المطاف، وكذلك هم يربون الأطفال إذا ما تحدثنا عن النساء، فبالتالي هناك استهداف للمستقبل عندما يتحولون إلى مقاتلين.
خاصة مقاتلين لا يدافعون عن الأرض بل يذهبون إلى أماكن أخرى للقتال. هذا الأمر كيف أيضا يؤثر في وضع المجتمع وتركيبة المجتمع مستقبلا؟ لا شك أنه الحاصل الآن شيء مؤسف وخطير جدا، أنه مرحلة الاستنزاف في المعارك يعني، وخاصة أنه إذا ما وقفنا أمام جماعة لا تعير الإنسان أو الفرد أي قيمة على الإطلاق، يعني هناك مئات إن لم يكونوا بالآلاف الذين يدفنون دون علم أهلهم ودون حتى وجود سجل لهؤلاء القتلى، يعني بوجود أسماء يعني القضية، نحن أمام قضية خطيرة جدا، إنه عدم يعني احترام للإنسان أيا كان في هذه المعارك. وبالتالي الحاصل الآن إنه ما نشهد الآن في بعض المناطق الصراع إنه كل أسرة ضحت بأكثر من 2 من 3 من أفرادها، لما وصلت إلى مرحلة توحش هذه الأسر. وبالتالي الآن الميليشيات الآن هي مسألة الاستعراض اللي حصلت مثلا لبعض النسوة في العاصمة صنعاء، هي نوع من عملية التجيش وعملية التعبئة، إنه المسألة وصلت إلى مرحلة تحدي إلى مرحلة النساء، يعني هي نوع من الإسقاطات الاجتماعية الموجودة في المجتمع اليمني، إنه مسألة العيب إنه وصلوا إلى مرحلة إنه النساء قاتلين، لأنه الآن وصلت فيه وصلوا إلى مرحلة إنه الناس امتنعوا عن ترك أولادهم الذهاب إلى الجبهات. وأيضا المرتكز الرئيسي لعملية التجنيد لهذه الميليشيات هم شريحة المراهقة، يعني ما بين 10 إلى 20 سنة، هذه الشريحة من الأطفال الذين منهم من تركوا التعليم ومنهم يعني تركوا مقاعد الدراسة وانخرطوا في سبيل، وأيضا بدوافع متعددة ليست فقط بدوافع مذهبية أو تعبوية، هناك دوافع وهي الأساس وهي الخطيرة جدا التي يجب أن نركز عليها وأن نعيها جيدا، هي مسألة اقتصادية بحتة. يعني في مناطق القبائل هناك إشكالية فيما يتعلق بمصدر رزق الناس، يعني أنه كثير من هؤلاء القبائل وخاصة في المناطق القبائل شمال الشمال في عمران في الجوف في صعدة في حقة، هذه المناطق يعني جزء كبير جدا من اعتمادها في مسألة الرزق اليومي هو مسألة انخراط أبنائهم في العسكرة وفي الأعمال هذه القتالية، وبالتالي هم يذهبون إلى هذه المعارك بدوافع مالية واقتصادية بحتة، ليست فقط في دوافع مذهبية أو دوافع تعبوية. القلة القليلة هي التي تذهب بدوافع عقائدية أو بدوافع وهي ليست بذلك الشريحة الواسعة. الآن يعني عندما وصلوا إنه امتنعت أجزاء كبيرة أو مناطق كبيرة من أن تذهب أطفالها أو شبابها إلى المعارك، أو أيضا حتى الناس الذين وصلوا إلى مرحلة يأس، إنه يعني نحن نقتل على ماذا؟ يعني ما فيش، ليس هناك إجابة واضحة لماذا يقتلون وعلى ماذا؟ ليس هناك مشروع واضح أمامهم سوى مشروع السيد والإمامة. وبالتالي الناس بدأت تصحو الآن بعد مسألة الدماء والمجازر التي حدثت لهم، هناك أسر يعني لم يعد فيها غير النساء، يعني تأتيني أخبار مثلا من ديرية بني حشيش لم يعد هناك في بعض الأسر إلا النساء فقط، يعني قتل الشباب قتل الأطفال، يعني نحن أمام عملية يعني خطيرة جدا. وبالتالي هم الآن لجأوا إلى عنصر النساء والاستعراض من خلال النساء أنه سيقاتلوا من خلال النساء، وأنه هي نوع من التجييش القبلي الاجتماعي لبعض القبائل الموجودة في هذه المناطق لا أقل ولا أكثر. طيب دعنا نشك في نقاشنا أستاذ نبيل، المحلل السياسي الدكتور سمير الشيباني من جنيف. مساء الخير دكتور. أهلا بك، مساء النور. أهلا بك يا دكتور، سنستغل بوجودك في جنيف، حدثنا أولا على تعامل يعني على الصعيد الإنساني، كيف يتعامل الرأي العام الدولي مع هذه الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات للقوانين الدولية ومن ثم للأعراف الاجتماعية المحلية؟ اليمن من حسن الحظ أنها في بؤرة اهتمام العالم، والدورات الثلاث الماضية لمجلس حقوق الإنسان كانت من الدورات التي تركز تماما على الوضع الإنساني في اليمن وعلى مسألة الخروقات التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في اليمن، وطبعا الحديث عن الأطراف المتحاربة المقصود بها بدرجة أساسية تلك الانتهاكات التي تسجلها الجماعات الإنقلابية أو جماعات الفساد والاستبداد والهيمنة الطائفية. الوضع في اليمن كما في المنطقة العربية حرج، وحرج للغاية لأنه وضع انتقالي، وضع تغير نحو بناء الدولة الحقيقية في المنطقة العربية التي لم تشهد حالة بناء حتى الآن كما ينبغي،
وما هذا الصراع إلا هو عبارة عن تجسيد للصراع بين القوى القديمة، قوى الاستبداد والفساد التي هيمنت على المؤسسات السلطوية واستفادت القيادات السياسية استفادة كبرى من هذه الهيمنة على مسألة السلطة، ولم تشرح في بناء الدولة على أساس مؤسسي قائم على أساس القدرة على خدمة المجتمع والدفع لعملية التطور. الوضع الإنساني وفي مقدمة طبعا وضع السيدات والأطفال في المجتمع اليمني ترد كبير منذ الانقلاب. السبب في ذلك أولا تعرض الرجال أرباب البيوت إلى القتل والاعتقال والتشريد والحرمان من المرتبات، فكانت هذه هي المعاناة الأولى. ثم أن النساء عانين كثيرا بسبب يعني تتكلهن فقدانهن لأبنائهن، وهذا الأمر أيضا شكل حالة من الضغط على النساء. والآن تظهر لنا ظاهرة جديدة هي ظاهرة الزج بالنساء في الحروب، بعد أن نضب معين الرجال الذي كانوا يجروا إلى المعارك بلا قائل، والآن يعني بدأ يتصرف هؤلاء الناس اللي كانوا دائما يرفضوا شعارات مساواة المرأة بالرجل يعملوا على الدفع بالمرأة إلى التهالك إلى التهلكة في سبيل لا شيء سوى الحفاظ على كرسي السلطة والحفاظ على حالة الهيمنة الطائفية. طيب. أعتقد الوضع اليمني وضع حرج وحرج جدا، والمجتمع الإنساني مدرك لهذه المسألة، لكننا بحاجة لأن ندرك نحن أبناء اليمن هذا الوضع ونعمل بشكل كلي على تفاديه. وفي الحقيقة تفادي هذا الوضع لا يأتي إلا من خلال إنهاء المعركة مع قوى الانقلاب والفساد والاستبداد، والبدء بشروع أو الشروع ببناء دولة قائمة على أساس المواطنة. طيب أنت برأيك أن المجتمع الدولي يعلم كمية الانتهاكات التي يقوم بها طرف الانقلاب، هل يغض الطرف عن جرائم الانقلابيين؟ المجتمع الدولي يا سيدي ليس مجتمعا واحد الإرادة، المجتمع الدولي مجتمع متفارق. للأسف الشديد صارت مسألة حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان حالة من حالات الصراع الطبقي، حالة من حالات الصراع السياسي الحادة اجتماعيا. لهذا لا تجد من يتكلم عن مسألة الانتهاكات بشكل متجرد. تحاول القوى المهيمنة في العالم أن تسخر طرحها حول المسائل الإنسانية لما يخدم مصالح. هذا للأسف الشديد تثير مشاكل حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان عندما تكون إثارة تلك المشكلة تخدم مصالحها التي ليست لها علاقة بحقوق الإنسان. أما التناول مسألة حقوق الإنسان بشكل مجرد في الحقيقة أمر لا يعني إلا أبناء الأوطان التي تعاني من حالة الانتهاكات تلك. أنا أعتقد أننا نحن علينا أن نركز نحن على جهدنا من أجل الحديث عن الانتهاكات والخروقات التي تتم، وعلينا أن لا نكل ولا نمل، لأن القوى العالمية المؤثرة للأسف الشديد في السياسة ليست متجانسة. فنلاحظ على سبيل المثال الوضع في سوريا، كيف أن الروس يتكلموا عن حقوق الإنسان في مكان ما وينتهكوا حقوق الإنسان في سوريا. كيف نرى أيضا أن الأمريكان الرسميين يتكلموا بلغة وغير الرسميين يتكلموا بلغة أخرى. الأجندات السياسية دائما ما تفرض نفسها على مسألة حقوق الإنسان ومسألة الانتهاكات. لا ينبغي أن نكترث بهذه الطروحات، علينا أن نركز نحن جهدنا لبناء دولة قائمة على أساس المواطنة وقائمة على أساس احترام مواثيق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ابتداء من احترام حقوق الطفولة وانتهاء باحترام حقوق حتى الحيوانات. أشكرك دكتور سمير الشيباني المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. أستاذ نبيل، هناك قوانين تحد من اتساع آثار الحروب ومخاطرها على هذه الشرائح سواء النساء الأطفال ما شابه، لكن لا نسمع بيانات واضحة وكذلك تصرفات تتبع هذه البيانات
مواجهة السلوكيات المستمرة من قبل الانقلابيين. هذا الأمر كيف يفسر بعيدا عن الحديث عن يعني نظريات أن المجتمع العالمي، يعني هناك الكثير من يقول أن هناك نوع من المؤامرة حول اليمن في هذه النقطة، لكن هناك من يرفض هذا الحديث أيضا. أولا مسألة وجود نظم دولية صارمة واضحة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وحقوق المدنيين وحقوق النساء في الحرب، هذا بالضرورة موجود ومتعارف عليه ويعمل به في إطار المؤسسات الدولية، لا شك في ذلك. لكن تبقى أيضا إشكالية أيضا أنه نحن حينما نتحدث عن نظرية المؤامرة، نحن لا نتحدث عن نظرية أنها قدر المجتمعات، هي نظرية المؤامرات. يعني مثلا ما ذكر الدكتور سمير أنه في الجانب الأمريكي يقول أنه الجانب الرسمي يتحدث شيء والجانب المدني يتحدث شيء آخر، معناته أنه هذه الازدواجية الموجودة بين نمطين أو كيانين أو هيكلين في المجتمع الأمريكي، والمجتمع المركزي الرسمي الذي يمثل الولايات المتحدة وسياساتها، والمجتمع المدني الذي يمثل القوانين والنظم واللوائح الدولية المتعارف عليها، هذا لا شك في ذلك. هنا تحصل الصدامات بين كيف يتم توظيف سياقات هذه وتطبيقات هذه النظم الدولية وما يتعلق بالقانون الدولي وحقوق المجتمع المدني وحقوق الأفراد والنساء والأطفال والكافلة لحقوقهم والتي تعمل على نأي بهم وأن يتأثروا بأي تبعات للحرب. ثم يأتي من يريد توظيف مثل هذه السياقات ومثل هذه القوانين في إطار خص معين وفي إطار جماعة معينة وفي إطار في الأخير في الإطار العام والكامل للمشروع الأمريكي ومصالح المشروع الأمريكي والمشروع الغربي في المنطقة العربية. نحن نرى هذه التناقض واضح ليس فقط مثلا في الحال اليمنية، هناك في الحال السورية أيضا، في الحال العراقية هناك. نحن أمام ما تشهده مثلا المجتمع العراقي والسوري، نحن أمام كارثة تعد من أكبر كوارث القرن العشرين، ربما يعني مقارنة بالذي حصل في رواندا في 94 و95 لا يقارن مع ما يحصل حاصل الآن في المنطقة العربية بشكل. المنطقة العربية يعني ملايين اللاجئين، آلاف القتلى، آلاف الجرحى، ولكن هناك صمم في ليس على المستوى فقط على المستوى الرسمي بل على مستوى المجتمع، منظمة المجتمع المدني التي يفترض من المجتمعات الدولية المنظمات الدولية التي يفترض أنه هذا العمل بعيد عن أي معايير يمكن الاشتغال عليها أو ازدواجية العمل السياسي للدول التي تنتمي إليها هذه المنظمات. لكن نحن في حقيقة الأمر نحن نعاني ونالنا الكثير من هذا التهميش من قبل هذه المنظمات والتوظيف السياسي لتقاريرها في إطار الصراع القائم بين صراع المصالح القائم بين الدول الكبرى. أشكرك أستاذ نبيل البكيري، وأنت الباحث والمحلل السياسي كنت معنا في حلقة اليوم، كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، في ختامها تقبل تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.